عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير حبايب قلبي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك كتير كتير للفيديو. حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا حبايب قلبي فيديو النهارده كده زي ما انتم شايفين عندنا ضيفة جديدة، ضيفتين طبعا، دي شهد صاحبتي ومتابعتي برضو ومتابعين هم مش متابعين. ايه يا اختي؟ ايه يا اختي؟ والله مش مجرد صاحبة بس او متابعة، ايه يا اختي بجد. وطبعا النهارده بقى جت لي وشرفتني كده، وطبعا نورت البيت ونورت البلد ونورت الفيديو نورت الفيديو. وطبعا اللي اسمها ايه؟ هاجر. هاجر زي بنت طنط اسماء. وطبعا منورين يا روح قلبي. وطبعا الحاجه من وراء الكاميرا الست ام محمد. ايوه الست ام محمد الغاليه. وطبعا دودو بقى، كلمه يا دودو. طبعا ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعاده وراحه بال جميعا. طبعا اول حاجه كده نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثاني حاجه كده ندعي لماما سعيده بالرحمه، ربنا يرحمها برحمته الواسعه يا رب. وطبعا برحب بشهوده، طبعا نورتني النهارده وشرفتني والله، وفضلت مستنياني لغايه ما كنا بنخلص كده حاجه رنت عليا 500 يعني مره، فضلت واقفه لي والله يجي ساعه استنتنا، فيعني ما تحرمش منها ابدا. وبشكرها جدا والله، وسعيده ان انا شفتها ومبسوطه جدا والله. وطبعا كده رحبوا بشهوده، طبعا اللي بتبقى بتعلق معايا على طول على البسات وعلى اللي بتخلي البث والفيديوهات مفرفوشه كده، خليهم كده. طبعا كده ما تنسيش تحط لايك وايه، وتفضلوا بقى تغدوا معانا. طبعا احنا والله ماما برضو عامله اكل، بس انا ايه حبينا نجيب اكل واحنا جايين برضو، وقلنا ايه يعني حاجه برضو سريعه كده والله. ده بسلة ورز وفراخة. وما يسألت بقى انا عايزة سندوتشات كبدة ورجعت قالت عايزة كشري، وبعدين قلت لها عايزة فراخ. أهم حاجة فراخ عشان احنا طلعين من الساعة 7 وما فطرناش يعني، فاحنا من الصبح والله على المية وحبة عصير قصب. وبعدين عايز اقول له صعب العصير، عصيرك مش حلو وانت حاطط لي حبة صغيرين رميتهم عصير، هو اخد الخمسة جنيه مني. طبعا ايه من الصبح والله. فطبعا ده اول اكلنا انا ورميساء، ورميساء ايه حبه ده كشري، وايه تتفضلوا بقى معنا كده كشري وفراخ، ويعني تفضلوا معانا. يلا بسم الله كملي انت بقى. بكمل معاك وبكره. الجوع فعلا بيجيب صداع. مره يا جماعه كنا ماما عزمانا في مطعم انا وهايدي وامل، المهم ما كنتش عارفه ولا شطه ولا اي حاجه خالص، ولا عارفه توابل على الكشري او اي حاجه، فبحسب الشطه صلصه، فضلت اكب 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 بقى. بقول لكم والله كان مجرد ايه شطه بحب الكشري والله، وحياة ربنا يعني كان الشطه خالص. واخدته معايا البيت، وما قالت لي والله هتاكليه غصب عنك هتاكليه. ركبته معايا في البيت وما قدرتش شكل يا جماعه خالص من الشطه، وما حطيتش صلصه عليه خالص الا الشطه بس. طبعا انا عارفه ان انا ذكيه، ده كاتشب او حاجه بس نزلت. ايوه انا عارفه ان انا ذكيه طبعا. وهي ما يكون جعانه ما بتفرقش بين الشطه والطماطم. بتاكل على طول. النهارده بالذات هموت من الجوع بجد. كنا كل ما نمشي في مكان ما انا عايزه انا عايزه والله طبخه من بدري. انا قلت مش هتتاخر، لقيتوا جايبين لي التب. انا بقول لك اهو اما تسقي رز وهنا بسله وجايبه عامله والله مفيع علينا ده، وعاملاها في عرقها. وكمان لو شفت احسن من بايقهم هاتي ان شاء الله. جايب ليه؟ عامله لك عجه. هو كمان عامله لك عجه. عجه؟ لا عامله عجه. امبارح؟ النهارده؟ لا هي اللي عاملاها هاي. ما النهارده وكانت لسه ما كنت عشان اقول لها كذا تقول قلت لها اعملها كلها وهعمل الباب كله يا ماما. قلت لها اعمل. انا قلت اسال. انت عارفه انا ما بحبش الحاجه القليله.
فطرت منها وقعدت اقول له تاكل قال لا. عشان تعرف ان الحاجه القليله بتتاكل. بتتاكل والله في اي حاجه والله يا حاجه القليله بتتاكل والله. ما خدنا عن ايه يا بنت كوري نايتك وما تسنسينيش. انا اتلقيت نسخة من هاي دي. لا كوري ما فيش حد قاعد غريب احنا كلنا اخوات فيا بس جايتي جديد طبعا المرة جاء عندي على طول ماشي يا للدلنا. الجو بقى ما شاء الله يعني احنا جينا على الطريق مننا على طريق المسرح توك توك يا ماما جاب هوا صهد كده يعني هوا جاي عليكي صهد اكل نص فرن عيش كده فرن عيش هوا صهد جاب والله ربنا بس بتاع الشارع والله ربنا معاه بقى. هو قال لي عشان الجو بالليل يوم ما لقيت الدنيا مش مظبوطه هيخلع. قلت له ماشي انا عايزه حاجه حر حر كده. مش لاقي حر هنا مش حر مفيش خدي خدي لان مش مظبطه كده جعانه ومحفوظه ما يبلر مساء طبعا نفسك صايمه كنت بتعملوا ايه في مساء؟ لو صايمه ما بعملش ايه بعد ان انا صايمه عامله حسابي ان انا صايمه. لا بصراحه الجول بيصدع حمار ماشي مش شايفه قدام. هاي دي قاعدة وانا اقسم بالله قاعدة بعد ما شفت لها الهدوم وانا قاعدة كده بتقولي رمسا يلا نقوم. قلت لها ماشي يلا رمسا نقوم انا نايمة مش قادرة من الصداع. ما كنت السندوتشات ليه حتى طعمية يوم انت عارف انا ما اعرف شكل انا بس ودي ودهت لي بقوم تستحمل. لا الشاهد احنا وقفنا لغاية ما خلصت ولا معاكم. لا والله وقفت استنتنا هناك تذكر يا بنتي عم فرق قاعد ورق الشاي المرمى فالحمد لله والله جينا بالسلامة اهو ربنا هوقف ليه. على فكرة السوق مش زحمة النهاردة خالص. زحمة؟ زحمة ما عادش زحمة يا حبيبتي. انا عمالة اقول احنا بدري بس فعلا ما فيش زحمة. ولا حتة زحمة هاي دي زمان يا هاي حتة الارض والناس واقفة يعني عم يشدوك عشان تشتري. ما عادش كل يا عاد كل يومي الكسر يتاكل في ثواني ولا ايه السفر يا ولا ايه هو قاعد ما ياكل عاد ياكل فلفل بس هما كده يا سلام وجاب اصغر معلقة مزفر يا بس تبرك كل يا شاف اه عندك قاعده كده تهن على الايه كل يا بنت كل يا شاف انت بتحب كل يا بنت كل حاجه صباح بنت جايبه لي الفلفل وعماله تاكل كل يا شاف طب كلي وتكلت الخرب اللي قدامي يا صباح مش انا بقول لك ايه عماله تديني مساء مش انت يا بنت منك انت نايم بقى ما ينفعش صحيت تعشمتني هو كمان اه شمت. لا ما يقدرش همسكه هو ولا الشنطة ولا الهدوم ولا التكتك ولا احنا اتعملنا تشوينا عمل ما لقينا توكتك والله برجة محمد ده بس عمال محمد ده هو اللي بيعملني حتى يا بنت ايه هات ما جابوش ما جابوش شايفين ما كلتش عزة بالسم برا ايوة ده مصر قل نور من مصر طبعا
الو مش عاجبني يا جماعه صراحه طعمه جميل مش قوي انا اصلا ما بطلوش انا مش انا بتعرف زي دي ما بتشتغلش يا حبيبي خد الحاجه الساعه 9 يعني انت كده شبعتي يا صح انا نسب بقى نبدا عقودي يا مان تعالي في حته الخيره كلها انا فكر معايا خياره يا بدك يا نحب راحتك ها نحب راحتك خلاص باكل باكل يا اختي مستنياك تقولي لي باكل وقتنا النهار جوع ولا حاجه وقال تعالي يا ما قلت يا بابا تعالي صفعة جنب طبعا ده ايه ما تنسيش بقى تقولي شاهد ايه نورتينا كده وطبعا هي نورتنا وفرحتنا وايه وياريتكم طبعا كنتوا معانا وان شاء الله كده استنونا في الفيديوهات الجاية وما تحرمش منكم ابدا ما تنسوش بقى تحط اللايكات يا رموسه استني الفيديو بتاعي وانت كملي بقى طبعا بقى شوفوا الشوك على خير الفيديو الجاي وعارفه الف يوم سلامه وهتوحشوني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته باي